بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس علامات إعراب المبتدأ والخبر. أولا تعالوا نتذكر كده مع بعض الجملة الاسمية. تتكون الجملة الاسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. زي ما أقول الشمس ساطعة، الشمس هنا مبتدأ لأن اسم بدأت به الجملة، وكلمة ساطعة هي الخبر اللي جه كمل لي معنى الجملة. طب ايه علامات اعراب المبتدأ والخبر؟ يرفع المبتدأ والخبر وعلامة رفعهما الضمة اذا كان كل منهما مفرد، زي ما اقول الطالب مجتهد، وجمع تكسير زي ما اقول العمال مهارة، وجمع مؤنث سالم زي ما اقول الامهات رحيمات. طيب برضو المبتدأ والخبر مرفوعين، بس هنا بقى علامة رفعهما الألف لما يكون كل منهما مثنى، زي ما أقول الطالبان مجتهدان. الطالبان مجتهدان هنا المبتدأ والخبر مرفوعين وعلامة رفعهم الألف عشان مثنى. طيب علامة الرفع بتكون الواو لو كان كل منهما جمع مذكر سالم. المعلمون مجتهدون، هنا شايفين المبتدأ والخبر علامة الرفع الواو لأن كل واحد فيهم جمع مذكر سالم. طب تعالوا نشوف تدريبات عشان نقيس مدى فهمنا للدرس. عين المبتدأ والخبر فيما يلي وأعرب هما. الأمهات رحيمات، طبعا هنا الأمهات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة رحيمات هو الجزء اللي جه كمل لي معنى الجملة فبيكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة التانية العاملان مجدان، طبعا العاملان ده اسم بدأت به الجملة فدي جملة اسمية، وده الركن الأول منها اللي هو المبتدأ، طبعا مبتدأ مرفوع وهنا علامة رفعه الألف عشان هو مثنى. أما مجدان فده الجزء اللي جه كمل لي معنى الجملة فده الخبر وبرده مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.